يلا بشوفك بالبيت أخي. بشوفك أخي. شي حلو، أنا عم شوف كلمة أخي عم تتطاير بالهوا يا رفيقي. أنا ما قلت لك ما بدي شوفك حوالي أبدا؟ يعني نحن هيك صرنا هلأ؟ اي نعم هيك صرنا. يلا روح من هون. أنت معصب ومتضايق مني، بس أنا ساويت لك شغلة منيحة، نهيت الكذب اللي بيناتكن. اعترف مقدمت لك معروف. رح أدلك كلامي تولكا، مشان ما تقول إني ما حذرتك. إذا ضليت واقف قدامي وعم تحكي بهي الطريقة بضربك مرة تانية. والله يا رفيقي أنت عم تظلمني، بس ما علينا. اسمع دورك، مثلاً أنتوا تصالحتوا مع بعض وعلاقتكن نظيفة من دون كذب، شو رأيك؟ تولكا نقلع. تمام، مثل ما بدك يا حضرة الأمير الأشقر. بس فيني أقدم معروف أخير لرفيقي قبل ما أروح؟ الموضوع بكل بساطة، هداك كهاني اللي عم تناديله يا أخي عم يتقرب من آسيا طول الوقت، فدير بالك رفيقي. إذا عم تحاول إنك تلعب شي لعبة وسخة لتزعجني فأنا كتير متضايق هلأ، فهمت؟ أنا ما عم حاول ألعب ولا أي لعبة دوروك، أنا بس عم قلك يلي شفته. اسمعني، بالنهاية أنت ما دخلك أبداً، بس فيني قلك إنه خطة الغيرة السخيفة تبعك ما بتمشي معي نهائياً. كهان عم يحاول يحسن العلاقة بيني وبين آسيا. أنت خليك عم تفكر إنه كهان عم يساوي هيك وإنه عم يحسن العلاقة يلي بيناتكم. شفتهم بغرفة الموسيقى، كانت إيده فوق إيده وهنن عم يعزفوا سوا على البيانو بطريقة رومانسية كتير. صدقني لو ما أنت رفيقي ما كنت تدخلت بهالموضوع أبدا، بس ما بقدر. دوروك في بيانو بالمدرسة؟ يعني إذا بدنا فينا نعزف عليه؟ إيه في واحد. واو تعزف على البيانو؟ إيه من 10 سنين. أنا ما بصدقك، أنت عم تكذب مشان تضايقني وبس. مثل ما بدك. معناتها شو رأيك تشوف لي هالفيديو هذا؟ ولسه شغلة أخيرة، أنا دائماً ما بقول غير يلي بشوفه فيه، وأبوك بيعرف هذا الشي عني. يعني إذا بكرة أو اللي بعده اثنيناتهم إذا أجوا وقفوا قدامك كحبيبين فلا تلومني أبدا. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.